مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من نوستالجيا، الحنين إلى الماضي. إحنا اليوم موجودين في منطقة جبل القلعة بناء على اختيار ضيفي الذي ولد في عمان عام 1936 في واحدة من أكثر العشائر المالكة للأراضي في عمان. فالوالد هو الشيخ شاهر صايل الحديد، أحد كبار وجهاء محافظة البلقاء وعضو في المجلس التشريعي الأول. نشأ ضيفي في عمان وتنقل بين عدة مدارس إلى أن أكمل دراسته الثانوية عام 1957 ليلتحق بالجيش العربي وتحديداً بسلاح الجو الأردني، ومن بين الطيارين تم اختياره للذهاب إلى مصر بعد العدوان الثلاثي، فدرس في الكلية الحربية المصرية وكلية الطيران. كان ضيفي يحلم بأن يصبح طيار مقاتل ليدافع عن سماء وطنه والمنطقة، ولكن بسبب إصابة حدثت معه أثناء التدريبات في مصر تلاشى هذا الحلم وعاد إلى الأردن ليعمل في إدارة سلاح الجو الملكي إلى أن استقال عام 1976. ضيفي كان عضواً في مجلس أمانة عمان الكبرى، كما عمل في عدة مواقع صنع القرار في الأردن ثم إلى مجلس الملك، حيث كان عضو في مجلس الأعيان لدورتين. وفي عام 1997 ترشح لعضوية مجلس النواب فحصل على أعلى عدد من الأصوات في المملكة ليصبح عضو في مجلس النواب 13 والرابع عشر. وبعيداً عن العمل الرسمي، ضيفي ورث الزعامة والشيخة أباً عن جد، فهو أحد أهم القضاة العشائريين في الأردن وأحد القامات الأردنية الذي يشهد له بالجود والكرم والنخوة والخدمة العامة لكل المواطنين. هو الحليم، لطيف اللسان، صادق القول، سعادة الشيخ برجس الحديد. يسعد مساك وأهلا وسهلا فيك معنا بحلقتنا لليوم. الله يسلمك عمي، الله يبارك فيك. بالبداية بدنا نبدأ من المنطقة أبو نضال، لماذا اخترت منطقة جبل القلعة تحديداً؟ أولاً مكان تاريخي، جبل القلعة والمدرج الروماني من أهم المواقع اللي في عمان، ومنطقة أثرية ومنطقة بحبها أنا من زمان. نعم. لأنه أنا ربيت في عمان، سكنت في عمان سنة 1956، كان والدي موجود وكان مريض، وسكننا بجنب المستشفى الطلياني، بنينا بيت، وكان والدي في مستشفى الطلياني. و57 توفى رحمه الله، ورحت على المدرسة يوم وفاة والدي، وقرأ الأستاذ التفقد، قال لي برجس شاهر الحديد، قلت له نعم أستاذ. قال أبوك توفى؟ قلت له أستاذ أبوي ما توفى، أبوي مات، لكنني ما كنت عارف شو معنى توفى يعني زمان. وبقيت في عمان، وبعدين عشت، أنا مع إخواني خمسة أصغر مني. نعم. واحد أصغر مني بشهر من أم 11، والبقية إخواني 3 و4 سنين بيني وبينهم، كنا خمسة صغار ونلعب مع بعض وعشنا حياتنا مثل أي هذا ضيق. كانت القضية صعبة جدا في الأردن 57، كانت محل بشكل يعني قحط، وكانت أيام مريرة، والحمد لله تجاوزناها ثمانية وأربعين كانت سنة جيدة وغلال. وعمان هذه اللي بتشوفيها ما كانت ابدا، كان شوية بيوت في جبل عمان، شوية بيوت في جبل القلعة، جبل الحسين، ما كان اللي تشوفيه هذا كله ما كان فيه. يعني اقدر اقول لك اللي بتشوفيه هذا 80%، اول كان 20%، بس ما كان فيه حتى شوارع ما كان فيه بعمان. اليوم شيخنا لما بتيجي على هاي المنطقة شو بتشعر؟ يعني كونك ذكرت عن الاختلاف بين الخمسينات واليوم، احنا بال 2019، مش معقول يعني تقدم عمان العمراني والتقدم الحضاري، مش معقول، كانت طفرات بشكل سريع. يعني المفروض، أنا باعتقادي أنه كان مفروض عمان تكون بهذا الحال بعد 20 سنة أو 30 سنة، لكن سبحان الله، سبحانه وتعالى بارك في هذا البلد وبأهله الطيبين وبقيادته العظيمة، قيادته اللي علمتنا. كنا أيام تحرير الجزائر، ثورة الجزائر، كان يحثنا على المظاهرات الملك حسين الله يرحمه، شاب تعيش. وبعدين كانت الأردنيات الحلق والأساور يرموهم تبرع للجزائر، تبرع للجزائر. بعدين أيام العدوان الثلاثي على مصر، كان بده يفتح جبهة من الضفة الغربية الملك حسين الله يرحمه. وبعدين كانت
ثورة وفوران الأمة العربية وعنفوانها وروح العروبة كانت روح العروبة كانت طاغية صحيح. نعم. بدي أسألك شيخنا عن طفولتك، نشأت في عمان. نعم. بالوحدات القويسمة والأشرفية الجويدة الجويدة اليادود المناطق هذه كلها. نعم. منطقة. كيف بتقيم طفولتك؟ كيف توصفها؟ شو بدي أقول، طفولتي أي أردني ثاني، يعني ولد وشاب وحياتنا كانت بسيطة، حياتنا سهلة كانت، وبنحب بعض والناس بتقدر بعض وبتعز بعض. اليوم تغيرت الدنيا، المفاهيم كلها والمقاييس والمعايير كلها تغيرت. رح نحكي عن بعض الأمور الاجتماعية اللي تغيرت بمجتمعنا في الأجزاء اللاحقة، ولكن بدي أتوقف عند والدك الشيخ شاهر صاير الحديد. فقدته بعمر مبكر، كان عمرك 10 سنوات، كما ذكرت. نعم. وحتى لم تكن تستوعب معنى كلمة توفي. لا والله ما كنت أستوعب. هذا الفقدان كيف أثر عليك؟ يعني بعد ما بديت توعى شعرت بأنك فقدت والدك؟ فقدت والد طبعا. حتى لما دفن، مرت الجنازة جنب فندق فيلادلفيا، وكانت مدرستنا اسمها العسبلية جنب المدرسة. يوم رحنا على المدرسة أنا وأخوي، كان بيني وبينه شهر بالعمر، طلعنا مع الجنازة فوق عليقة الكتب جنبنا، وطلع الملك عبد الله رحمة الله عليه، طيب الله ثراه، ألف رحمة عليه، من باب رغدان وطلع لفوق مع الجنازة. دفنوا والدي، كان جنبه قبر من هون أمير شاكر بن زيد، جنبه ماجد العدوان عليه حديد حماية مثل حديد الشبابيك اليوم. والدي كان بجنبهم دفنوه. طلع أنا وأخوي، طلع على الجنازة وطلع على الناس. وبعدين لبعد بعد ما الدفن جاء شخص الله يرحمه اسمه مخلد العتيبي، كان دائما معه، حكى معه كلمة ونادوا أخوي الكبير. أخوي الكبير أكبر مني بأربعين سنة، أنا عمري 10 سنين 11 سنة، ابنه استشهد عمره 25 سنة سنة 48، ابن أخوي. شوف الفرق. شوف الفرق كبير. نعم. ناداه وإحنا بجنبه، ما يعني مش مهمين، إحنا أطفال صغار. قال له أبوك مات وأنت في محله؟ قال لا يا سيد، أبوي ما مات. قال ها؟ قال أنت أبوي. قال بارك الله فيك، وسلموا عليه الناس كلهم ونزلنا. يقول لك حادثة فرسه توفت نفس اليوم، ماتت نفس اليوم اللي مات فيه، اللي اندفن فيه. هو أطفال إحنا يعني، وصلنا للخيل، سقيناهم الأشرفية، جبناهم سقيناهم جنب المستشفى، ما كانش فيه مية، سقيناهم من البيت جنب الطلياني، وطلعنا الإيطالي طبعا وأنا وأخوي. عادي يعني، ما كناش نحس، ما كناش نفهم يعني، ما كناش بهذا الوعي. اليوم الطفل يمسك التلفون ويجيب لك محطات الدنيا كلها، اليوم احنا ما كناش هيك، كنا على البركة. جيل أبسط، كان أبسط كثير. طبعاً بدنا نذكر بأنه والدك الشيخ شاهر دفن بالمقابر الملكية. نعم. وكان. نعم. ثالث شخص يدفن شخص بالمقابر. نعم. الملكية. نعم. مين رعاك؟ مين يعني كان الوالد، خلينا نقول؟ في أخوي مطلق الحديد من الزوجة الثالثة، أكبر مني بعشرين سنة، كنا عنده في بيته، يعني هذا البيت أخذه هو، وإحنا كنا ساكنين بنفس البيت، طابقين البيت، ساكن أنا وإخواني تحت وهو فوق، وكنا عايشين هيك يعني. أمي كانت ترعانا، ومرت أبوي 11 و12. أنا بدي أسألك على هذا الموضوع، والدك تزوج من 12 امرأة، طبعاً ما كانوا كلهم مجتمعين. لا لا لا. ما كانوا مجتمعين، ولكن كيف العيشة ببيت الضراير؟ كانوا ثلاث اللي حضرتهم أنا شفتهم. عادي، ولا بتحس أنهم ضراير، يقعدوا مع بعض ويطلبوا من أمي أصغرهم مية وتجيب لهم مية وتجيب له، هم قاعدين. ما حسيت في يوم من الأيام هذا الحكي اللي بيقولوه ضراير ويتهاوشوا، ما حسيت فيها أبدا. حتى واحدة جارتي الله يرحمها تعيش زوجة 11، كانت طول نهارها عند أمي حتى ماتت، وماتت أمي الله يرحمها. بس هيك منشجع الرجال على تعدد الزوجات. والله عاد لا لا لا، اليوم ستات تغيروا هلا. لا لا لا، أنا متأكد واحدة والله والحمد لله وبكفي، ويا دوب. أنا أتجوز، ماتت قبل 8 سنوات، والله ما فكرت أتجوز حتى. صحيح. فكرة ما فكرت الجنس. نعم. رح نحكي عن رفيقة دربك ومشوارك بالجزء. نعم. الأخير من حلقتنا، ولكن كنت حابة أسألك عن والدتك، شو علمتك؟ كيف أثرت بحياتك بعيداً عن الشيخة والزعامة والوقار؟ ما في هذا، ما بننطلق منه المفهوم هذا الشيخة، عمري ما انطلقت منه ولا بآمن فيه. ليش؟ القضية قضية هذا الزعامة شيخة، خدمة وسلوك. أنت خدمتك جيد تخدم الناس، سلوكك جيد أنت شيخ، أنت ابن كلوب باشا وأزعر، ما حد يدير باله عليك. صحيح صحيح. فكانت أمي دائما تشجعني أن أكون عندي أخلاق وعندي شرف وعندي مروءة، هي اللي علمتني. كانت يعني مرات تزعل مني، أنا كان لنا، إحنا كنا ثلاث،
هسه واحد مجلس الأعيان وكان سفير برا طول حياته ما كانت تروح عنده ولا تروح عند الثاني، الثاني زوجته أمريكية برضه توفى الله يرحمه ومرته تعيش دائما عندي ما بتتركني أبدا. أنا ساكن خدمت في معظم سلاح قواعد سلاح الجو عندي، خدمت في قيادة سلاح الجو عندي، ما بتروح من عندي أبدا، وهي تربي أولادي وهي اللي تأثرت أرحمه. لما فقدتها؟ نعم أكيد 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 والله الله يرحمها، الله يرحمها ويطول بعمرك شيخنا. في صديق لا سعادتك، ولكن أيضا مش بس هو صديقك، ولكن في علاقة تاريخية بين العائلتين، بدنا نشوف مين هو هالصديق وشو حب اليوم يحكي لسعادة الشيخ برجس الحديد. أنا بعرفه من وإحنا أطفال الله العليم، بس بداية صداقة يعني وصداقة عميقة تقريبا من 48 49 50. إلي صورة مع الشيخ برجس وابن عم إلي بسوق عمان وين ساحة الملك فيصل من سنة 50، صورة رائعة الحقيقة، أني حاولت أني ألاقيها. بعدين صداقة عائلية مع جيراننا الحديد، يعني الحديد من قبائل أو من العشائر الكبيرة في منطقة اليادود، يعني العيلتين يعني عيلتنا وعيلة الحديد يعني الصداقة من 200 سنة تقريبا. والله أحلى إشي لسانه اللطيف، يعني هذا الزلمة كأنه ولدان بباريس بالأتيكيت وبالذوق وبالإنسانية وبتعامله مع الناس، الرجال ولا النساء ولا أطفال. بعدين مصلح اجتماعي بكل ما في هذه الكلمة من معنى، ولله بيعملها يعني على أساس حسن لله. فيعني إنسان مأصل من جميع النواحي، مأصل بأصله ومأصل بأطباعه اللي ربنا أعطاه إياها. بعدين رجل وسيم وشكله حلو ولبسه حلو، والناس يعني لما بتشوفه بتتنومز خير منه. والله أنا اتفقت أنا وياه لأنه حكيت معه قبل يومين واتفقنا أنه نلتقي، من زمان ما التقينا، بس أنا دائما بتابعه وأعتقد هو أيضا بتابع أخباري بحكم الصداقة القديمة إلى آخره. يعني الله يوفقه الصحيح، رجل نظيف من عائلة ومن عشيرة نظيفة، يعني من بنات الأردن. أنا هذا بعدين هذا رجل من بنات الأردن الصامتين، ابنه نضال مثل ما بتعرفي كان رئيس بلدية عمان أو أمين العاصمة فترة طويلة، والحمد لله برضه نضال دخل نظيف وطلع نظيف من الأمانة، لأنه دائما يعني في غراءات كثيرة. فالله يوفقها هذه العيلة ويوفق، لأنه توفيقها توفيق للأردن. بدي أوجه تحية كتير كبيرة لمعالي الدكتور كامل أبو جابر أكيد. اللي قدم واحدة من أجمل الحلقات بالموسم الأول، وكلامه اليوم مبين قديش صادق ومن القلب. هذا عائلة صادقة وإحنا وياهم جيران على تلم الأرض، هذه أرضهم وهذه أرضنا قبالهم، وعشنا عائلة واحدة، عشيرة واحدة، فزعة واحدة. حتى زمان يعني الجاهلية كنا عائلة واحدة وكنا ما تفرقينا، والله ما بنعرف التفرقة هذه إلا جديد. أما هذه الأرض قطعة لنا تلم واحد، تلم الأرض هذا هو اللي يفرق بيننا وبين دار أبو جابر. وعائلة كريمة، وحتى اشتروا من أرض من جدي قبل 142 أو 43 سنة، من أيام حتى الشهود من بعض الأتراك اللي عليها. نعم. أسماء التركية موجودة موثقة، هاي الوثيقة موجودة عندنا. نعم. مزبوط. نعم. تحياتنا لمعالي الدكتور كامل أبو جابر. كل التحية للدكتور كامل، وأنا بعرف أبوه الله يرحمه كان بعمان دائما من كان بسوق عمان معنقر ولابس عبات فكري حتى من شمال السعودية، فردوا على جنبه القياطين تبعه وبيده خيزرانة الله يرحمه. أبو كامل كان شيخ، كانوا شيوخ. أنا لحقت سعيد أبو جابر، يقال إنه من أكرم الأردنيين اللي لحقوه بزمان، وأنا شفته بس أنا صغير وهو كبير طويل، كانت حطته هيك دائما تضوي تلمع نظيفة. نعم. أنا متعود أشوف حطاته مش نظيفة، بس
شوف ذاكرة سعيد الطفل. أبو جابر غير شكل غير شكل. تحياتنا لهم. البدوي الأبيض والبدوي الأسمر، هذا لقب الدكتور كامل، واليوم بدنا نطلق عليك هذا اللقب شيخنا. الله يبارك. تسلم. احنا رح نتابع ونحكي عن ذكريات الدراسة والطيران الحربي في مصر، ولكن اسمحوا لنا نتوقف مع أول فاصل إعلاني وراجعين لنتابع حلقتنا من جبل القلعة مع سعادة الشيخ برجس الحديد. رجعنا لكم لنتابع حلقتنا لليوم من نوستالجيا الحنين إلى الماضي من جبل القلعة مع سعادة الشيخ برجس الحديد، ووصلنا لمرحلة الدراسة الجامعية. ولكن قبل ما نحكي عن التحاقك بالجيش العربي وبسلاح الجو الأردني، بدي أسألك عن حلم الطيران، متى بدأ؟ حلم الطيران بدأ يا ستي، أنا كنت شاب ورحت على حضرت فيلم سينما في شارع البسمان. فيلم طيران بين الطيران الألماني والطيران البريطاني، معارك صارت، ومن لحظتها دخل الطيران في قلبي وتمسارت أمنيتي الوحيدة أن أكون طيار مقاتل، لأني شفت الفيلم هذا وحضرته 3 مرات، تأثرت فيه، سينما عثمان بين الطيران الألماني والطيران البريطاني، وكان قتال جوي، وكان إشي بنحرق وإشي بموت وإشي، ومن ساعتها وأنا أطلع إلى السماء وأتمنى أن أكون طيار مقاتل. نعم. أكملت دراستك الثانوية شيخنا والتحقت بالجيش العربي سلاح الجو. اللي صار إنه صار العدوان الثلاثي على مصر. على مصر نعم. وطلب الملك حسين الله يرحمه كان قدوتنا في كل في عروبتنا، طلب يفتح جبهة من هون وترجع عبد الناصر، قالوا لا يا جلالة الملك حيحتل الضفة الغربية. وبعدين اندفعنا طلبوا طيارين. نعم. تقدمنا 380. وكان الأرياف في الإنجليز. نعم. الإنجليز كانوا يفحصونا ونجحنا 10. فنجحنا ودونا طلبنا رئيس الأركان، كان أول رئيس أركان عربي. نعم. علي أبو نوار حكى سألنا بالإنجليزي عن أسماءنا وكذا وكذا، كان يشطب، كنا 10 شطب منا 3. قالوا أنتوا اليوم الخميس السبت بتسافروا، قلنا ما معنا جوازات، وفعلا بسرعة تحركنا إلى كلية الطيران في بلبيس في مصر. نعم. لما وصلنا هناك وجدونا مش مدربين عسكريين، هم عندهم لازم تدخل مرحلة التدريب العسكري في الكلية الحربية في ألمازة في القاهرة. نعم. وبعد ما تخلص لقينا قدامنا 150 طيار مصري، وفي سوريين وفي ليبيين وفي سعوديين، دخلنا معهم وفعلا مشينا، كانوا قبلنا بشهر لحقناهم، وقضينا فترة تدريب، وكلنا خلال المدة هذه كنا نأخذ محاضرات عن الطيران وعن كل شيء عن الطيارة بتعلق. نعم. بالطيارة وبعدين تخرجنا والتحقنا بالكلية الطيران في بلبيس، صار انقلاب أبو نوار، وبعدين صار خلاف بين الحكومة الأردنية والمصرية، ورجعنا أنا زملائي راحوا لبريطانيا وناس باكستان، وأنا رحت الجامعة الأمريكية في بيروت 59. نعم. عمل لي عملية دكتور جراحة العظام في جامعة الأمريكية اسمه عفيف نصولي. بس شيخنا خلينا نوضح للمتابعين بأنه حضرتك تعرضت لإصابة. نعم. تعرضت لإصابة أثناء التدريب. أثناء التدريب. كيف صارت هاي الإصابة؟ بسموه تف لاندينج، نزلت النزول قوي، لا دفش شوي. يعني ما كانش هذا، وبعدين حسيت إشي بظهري هيك يعني، لكن شبنا ما. بعدين لما هذا عملوا لي عملية، وجدوا في كيس عمل بظهري من الإصابة. من الإصابة. بعدين عملوا لي 17 قطبة بالعمود الفقري، وثبتوا الفقرات القطنية الثنتين مع بعض، لحموا اللحم. بمستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت. وكنت مجبصا من هون لهون 6 أشهر و10 أيام، عدهم باليوم. وكنت ماخذين لي برايفت روم أنا. غرفة خاصة. كان ملحق العسكري هناك الله يرحمه زيور إسحاقات، سفير نسيت شو اسمه والله. خذوا لي غرفة وأنا قاعد في الغرفة لحد الناس رايحة جاية، طبعاً أقول لهم لما يجي أردن يجيبوه عندي، الغرفة كبيرة أتسلى أنا ويحكي تتونس. أول واحد جابوه الله يرحمه مهندس مجرمان الشويحات من مادبة، قاعد عندي حوالي شهر وبعدين طلع. بعدين سألت عنه لما رجعت الأردن قالوا له يتوفى. طب بدي أسألك عن مشاعرك بهاي الفترة، يعني شاب بأول طلعته، طيار مقاتل عم بيتدرب، تعرض لها الإصابة، الوقت اللي عرفت فيه بأنه هاي الإصابة رح تمنعك من الطيران مجدداً، كيف كان شعورك شيخنا؟ ما كنت أعرف أنها رح تمنعني ستي. أنا كنت
كان دكتورنا من يومه فهيم، دكتور نابغة اسمه داود حنانية، حقته وجه له تحية طبعا للباشا. كان دكتور سلاح الجو من ملازم أول إلى أن صار رائد وهو بسلاح الجو بأمر جلالة الملك، وبعدين انتقل من عندنا. وأنا رحت فكرت أنه بعد ما أشفى تمام أني أرجع، رجعت لقيته هو بنفس سلاح الجو، قلت له هيك هيك هيك. كان في اسمه دكتور اسمه الياس نجم، قال لي ما بصير ترجع طيار أنت، هذه الفقرات ممكن تفك من بعض نتيجة نتيجة الإصابة. وحكيت مع داود قال لي لا يمكن. طبعا كانت نكسة بالنسبة إلي، حلم أن أصير طيار ومقاتل ودافع عن وطني، لكن أمر الله بادي، يعني اللي أراد الله صار. وطبعا قدرت كمان أنك قالوا تعال صير نقل، قلت ما أنا ودي ركاب ودي ما بصير ما بقدر، ما قبلتش. واشتغلت في الإدارة 20 سنة. نعم رح نحكي عن هاي المرحلة، قواعد سلاح الجو خدمت فيه. نعم بدنا نحكي عن هاي المرحلة، بس قبل ما ننتقل لإدارة سلاح الجو، في شخص تعرفت عليه أثناء مكوثك بمستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت. نعم. قلت لي إنك قعدت 6 أشهر. في شخص تعرفت عليه بالمستشفى، خلينا نشوف من هو هذا الصديق وشو حب اليوم يحكي لسعادة الشيخ برجس الحديد بمناسبة حلقتنا من نوستالجيا. تعرفت عليه للشيخ برجس ببيروت بالمستشفى، كان طياراً حربياً في سلاح الجو الأردني، وتعرض إلى حادث انكسر معه الأضلاع وعظم فيه، فأخذوه على مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت. وبالصدفة في إلنا قريب قاضي في نابلس، قاضي يعني قاضي معروف اسمه وصف المصري، كان معه بنفس الغرفة، فمن هناك تعرفنا عليه. وكان برجس مجبصا، كل يعني نايم على ظهره مجبصا كاملا من الرقبة إلى الخصر، وهذيك الأيام كان في جبصين، هلأ بجوز بطل فيه. فكان مرمي على أو نايم على تخته لأسابيع طويلة، وكنا نذهب نسلى ونحكي معه مع قريبنا، وبدأت العلاقة من هناك. وصار يعني نكت وكلام، احنا طلاب كنا وهو كان حربي يعني عسكري، فاستمرت. ويعني انا سعيد بتلك المعرفة وباستمرارها. يعني الان انا ايضا يعني استعنت بالشيخ برجس عندما اصبحت رئيسا للحكومة. كان عندنا برنامج ضمن البرنامج الحكومي انه موضوع قانون العشائر كنا بدنا نغيره، لأنه صار فيه تجاوزات كثيرة، وكنا بدنا نخفف من أثر الفلتان اللي كان في ذلك الوقت، وأنا بحكي سنة 1991 يعني لما كنت رئيس وزراء. فطلبت منه لشيخ برجس وفهد الغبين، الشيخ فهد الغبين وأبو عربي القاضي في عمل لجنة تبحث في موضوع القضايا العشائرية أو القانون العشائري، وجلسنا معه لأنهم خبراء في يعني شيوخ حقيقة. لكن تركت الحكومة قبل أن يستكمل، لكن كان التعاون ممتاز ومتفهمين لبعضنا. ثم انتقلنا إلى موضوع المجلس الأعيان اللي كان أصبح هو رئيس مجلس أعيان. طبعا أنا من خلال يعني عملي في الحقل العام تعرفت على هذه الشخصيات، والشخصيات السياسية أو الاجتماعية. أنا أبو نضال كان يعني مهمته اجتماعية كبيرة جدا، مهمة جدا، وكان ليل نهار يدور مع الناس اللي عندهم مشاكل، الساعة 1 بالليل والساعة 6 الصبح، وما لا كل ولا مل ولا تأفف. ولحد الآن الله يعطيه الصحة وطولة العمر، لحد الآن أبو نضال بيخدم الناس وضحى في وقته وربما في ماله حتى يعمل الوئام في المجتمع وحل مشاكل الناس. نعم. بعيدا عن الرسميات،
حكالي الشيخ برجس انه كان يغار منك ايام بيروت. ليه؟ لانه كانوا البنات يحبوك انت وما يطلعوا على الشيخ برجس. الشيخ برجس كان ممتد. لا هذه دعابه يعني، لكن كنا شباب يا ستي، كنا بالجامعة. أنا هذا سنة 61، فلك أن تتصوري. طبعا لا هو ما كانش غار ولا كان في داعي للغيرة، كنا نحبه وكنا نجلس معه ونسلي. وراح قريبنا وصف المصري، رجع لنابلس وضلينا عند أبو نضال. ما أظنش كان أيامها أبو نضال، كان لسه برجس. ف يعني كنا والله إني سعدت بإني عرفته في ذلك الوقت، واستمرت هاي العلاقة للآن. والله يديم عليه الصحة وطولة العمر، ويظله يساعد الناس ويهتم بشؤونهم. تحية خاصة ومن القلب لدولة أبو نشأت اللي دائماً حضوره محبب وكلامه طبيعي وصادق. أكيد ابن عائلة مربى يعني. نعم. بعرفه من 59، ابن ناس، ابن عائلة كريمة، وأبوه من أطيب خلق الله، وهو كذلك راقي. نعم. ابن ناس كبار. صحيح. يعني حتى تصرفاته، عمره 20 سنة كان عمره 80 سنة. صحيح كان مفخرة، وكان بيرافقه ابن عم له اسمه ظافر المصري، قتل في نابلس، كان رئيس مزبوط. بلدية. كنت أتابع أخبارهم. وبعدين يعني كان طاهر باشا اللي بعرفه الآن، واللي كان زمان نفس الشيء، هو عمره 20 سنة كان عمره 80 سنة، ما بيحركوا إشي. البنات بس يجوا على الجامعة يهجموا على الغرفة تبعي، طاهر ولا بحرق، ولا كانه بالهور. شفت اللي قاعد حتى ما بيجاملهم بكلمة. والله أنا سألته لدولة الرئيس، قلت له دولة أبو نشأت الشيخ برجس حكى لي إنه البنات كانوا يجوا يحاولوا يحكوا معك، وهو كان يغار لأنه ما يحكوا مع الشيخ. والله حكى عنه. بحكي لك يا بيني وبينك يعني، ما بدي أحكي على الهواء. تحياتنا لدولة طاهر المصري. وكمان كان له حلقة معي بالموسم الأول من أروع الحلقات. بدي أشكرك يا أبو نضال، رح نتابع أكيد بالجزء الثالث من حلقتنا بعد الفاصل. خليكم معنا من جبل القلعة. مستمرين معكم بحلقتنا من نوستالجيا، الحنين إلى الماضي، مع سعادة الشيخ برجس الحديد. ووصلنا لمرحلة الإدارة في سلاح الجو الملكي بعد الإصابة اللي تعرضت لها، وبعد ما واجهت الحقيقة المرة والمؤسفة بأنه سعادتك ما رح تقدر ترجع تكون طيار حربي، ذهبت لإدارة سلاح الجو الملكي. بدي أسألك عن أبرز الذكريات، عن مواقف صعبة، مواقف لا تنسى خلال 20 عام اللي أمضيتها في سلاح الجو. يا سيدي في والله فيها أيام حلوة وفيها أيام مرة. أصعب المواقف يوم استشهاد فراس العجلوني، زميلنا بن دورتنا، بس هو كان بحلم وإحنا كنا في مصر، وكان شاب من أحلى الشباب ومن أذكاهم، وكان قلبه من بولاد. هو وزميل إله كان قبله استشهد اسمه موفق السلطي. طبعاً كانوا من خيرة الطيارين ومن خيرة الناس، وكان صديقي يعني صديقي الحميم. وباستشهاده تألمت كثير وصابتني نكسة، لكن أمر الله وبالحرب وهذه أيام من الأيام اللي مرة. والأيام الحلوة كثير أيام حلوة، لكن كنا نعمل الليل والنهار. كنا بسلاح الجو الملكي نداوم من 7:30، في ناس يداوموا 6-7، في ناس يداوموا 7-7:15، بالعمل ليل نهار مثل خلية النحل. وكانت أيام حلوة، أيام العمل والشباب والصحة وخصوصا أيام المفرق، أيام قاعدة الحسين الجوية بالمفرق. نعم. كانت أيام حلوة. وبعديها انتقلنا إلى قيادة السلاح بعمان، وعملت في قيادة السلاح، وعملت آخر منصب كان آمر كلية الأمير فيصل الفنية اللي بتدرس كل المهن تتعلق بالطائرة. نعم. قعدت فيها 6 سنوات آمرها. وبعدين بدها طبعا العملية بدها ضبط وربط، وبدها كوننا احنا عسكريين تدربين كلية، خريجين كلية حربية، كنا نعرف شو بنساوي. وبعدين انتقلت لقيادة سلاح الجو،
وعملت رئيس شعبة إدارة، ركن أول، رئيس شعبة إدارة، مدير إدارة. بعدين صارت خلافات استقلت على أثر الخلافات، استقلت جاء قائد سلاح جو جديد. وكنت أتفاهم أنا وياه من قبل، كنا ولما إجا استلم طلب نقلي القيادة العامة، بعدين رد رجع عن نقلي وبقيت في سلاح الجو الملكي في قيادة من سلاح الجو. وبعدين بس خلصت خلص أولادي المدارس. نعم. حول قيادة سلاح الجو. كان أولادي بالكلية الإسلامية وبدير اللاتينو. خلصت انتقلت على القويسمة، قدمت استقالتي وروحت. وروحت بخلافي مع قائد سلاح الجو في ذلك الوقت. أنا ذاك ترشحت أول مرة للانتخابات النيابية عام 1984 ولم يحالفك الحظ. بهاي الأثناء عملت في مجلس أمانة عمان. نعم. الكبرى. نعم. كنت عضو من بين أعضاء قلائل في 10 أعضاء في مجلس الأمانة، ومن ثم دورتين. نعم. في مجلس الأعيان. ولكن بال 97 صار الحدث الأهم وهو نجاحك بالانتخابات بأعلى عدد من الأصوات. احكي لي عن فرحة النجاح. أحلى فرحة. أنا كنت جايين من الفرز، حكى معي الملك حسين وأنا بالطريق. نعم. كلمني وقال لي مبروك يا أخ برجس، أنا مبسوط أنك. كانت هذه أجمل الفرحة حسيت فيها. وجيت على يعني كنت سعيد جدا لأنه سيدنا أورغ ميلون على التلفزيون، عملت لقاء بالتلفزيون. نعم. جيت ولا قرايب وطخوا، شفت المنظر ما عجبني. أنا بكره الشغلات الأنجهية. في كان شاب قائد لي والأمن العام، قلت اعتقلني عشان يوقف طخ. أخذني بالسيارة وقالوا له شايفين كيف سويته أنت؟ أنا ما بحب الطخ حتى بالعراس، لأني قد ما ذقت منه عطوات وجهات وصلحات، مرات بمسك مسدس بعمل هيك إيه؟ في قدامه بيوت طابق ثاني وثالث طبعا ما بيعرف يطخ، ما بيعرف يا أخي يا ترمي هيك يا ترمي بالأرض. أما هيك كانت ما بعرف الراحة أبدا. أروح على أصلي عند السرايرة بالكرك وأروح أعزي بأربد. كانت يعني العملية عملية خدمة عامة. نعم. والشعب الأردني من العقبة للرمثة يشهد على ذلك. أنا ما حتى عزيم دعوة بمناسبة أنه انهيت قضية وحليت قضية ما بتقبلها. أنا شاركت في قضية في اليمن. مع الأستاذ عبد الرؤوف الروابدة، في أنور الشعلان جوز بنته للشيخ عبد الله الأحمر أكبر زعيم في اليمن. رئيس الجمهورية كان مرافقه، وهو عينه رئيس جمهورية لأنه من حاشد. نعم. وقتلت بنته في عمان ورحنا أصلحنا عليه هناك. الوفد كله تعشوا في عند السفير وأنا تعشيت عند عبد الله الأحمر. وقال لي خلص بكرة بدي أسامح، أنا إكرام لله ثم للرسول ثم لجلالة الملك والشعب الأردني. نعم. سامح عن بنته يعني قتلت في عمان. وبعدين أصلحت في أماكن كثيرة لا أستطيع ذكرها الآن لأنه ما حد بيصدق. يعني والياباني هذا اللي جاب المتفجرة من العراق بالمطار شافها على المونيتر واحد رقيب أول. نعم. قال له رقيب، قال له جيب لي هذيك الحديد اللي بالشان تجابها وطيها وتصور يحملها وينزل. لما حطها هيك انفجرت بوجهه وقتلته. فحكى معي وزير البلاط في أيام ذلك الوقت. نعم. قال لي بتروح على السرحان بأمر واصلح لها، جيب لنا صك عطوة للياباني. نعم. رحت عليهم وأنا خدمت عندهم 6 سنوات بجنبه بسما السرحان بجنب قاعدة الحسين. صح. الجوية. ورحت طبعا أخذت مبلغ مش مني من القيادة العامة. نعم. وكتاب تجنيد 20 شاب منهم ورحت عليهم قعدت أنا وياهم سلفنا. قال شو في؟ قلت لهم هيك هيك. قال عارفين ابن القتل. قلت ابنكم ترفع على وكيل. وبعدين هاي مبلغ من المال وهي كتاب تجنيد 20 واحد منهم. شو بدك؟ قلت بدي عطوا. قال عطوا على الياباني. قلت لهم على الياباني. قال لا عطوا ما في أي صلح. أعطوني صك صلح حتى أن المسؤولين ما صدقوا. جبت صك صلح ووديته للديوان. شو ظل؟ قلت لهم هسه عفو خاص من سيدنا والياباني يرجع بعد بكرة. مهم التلفزة اليابانية 7 أيام مقاضميني. ما قدرتش أفسر لهم شو معنى القضاء والقدر، وكيف يجي متفجرة ينزلها ويطلعها وهذا. ولما حطها قدامه جنفي. بأي سنة هاي الحادثة شيخنا؟ والله قبل 5-6 سنين مش متذكر. بتذكر انه كان في حادثة تخص الصحافة اليابانية. مزبوط. قبل ما نبدأ نحكي عن القضاء العشائري، كونك ذكرت بأنه من أجمل لحظات حياتك لما هنأك جلالة المغفور له الملك حسين. نعم. بن طلال بنجاحك وبحصولك على أعلى عدد صوات من الأصوات بال97 بالانتخابات. نعم. النيابية. حكيت لي بأنك كنت من ضمن الأشخاص القلائل برضو اللي
سافروا وزاروا جلالة المغفور له بمايو كلينك. نعم أنا كنا زرنا احنا ثمانية، اثنين حكومة واثنين أعيان، أنا واحد أحدهم، وأربعة نواب زرناه في مايو كلينك. طرنا يومها 18 ساعة حتى وصلنا، وسكننا مقابل فندق مايو كلينك بفندق. جانا الصبح فيصل فايز الله يطول عمره، أبو غيث، دولة أبو غيث، قال سيدنا بده إياك، ورحنا قابلناه. وكانت يعني شفت الأب اللي بنتظر أولاده، الله زي هيك، الله يرحمه رحمة الله عليه، الله يرحمه رحمة الله، ألف رحمة على سيدنا. شو متذكر يعني، إذا ممكن تحكي لنا شو وصاكم، شو حكى لكم بهاي الزيارة؟ حكى لنا كلام اللي إحنا خابرينه زمان، ديروا بالكم على بلدكم، ديروا بالكم على أهلكم، إحنا أسرة واحدة، الأسرة الأردنية طيبين لأبعد الحدود، وأنا بوصيكم وأنتوا أولادي، وأنتوا يعني كلام ببكي الصحيح. الله يرحمه، الله يرحمه، الله يرحمه ويطول بعمر جلالة سيدنا الملك عبد الملك عبد الله. بالنسبة لموضوع القضاء العشائري، يمكن الناس اليوم جيل الشباب ما بيفهم أو ما بيعرف كيف الواحد يصبح قاضي عشائري بيصلح بين الناس وبياخد عطوة. احكي لنا عن بداياتك، كيف بدأ هذا الموضوع؟ يا ستي أنا ما كنتش، أنا خواجة كنت، ما بعرف شيء. أبوي قاضي عشائر المنطقة عمان وما حولها، نعم، وأخوي اللي أكبر مني طبعاً بأربعين سنة كان قاضي، أما أنا ما بعرف بالأمور هذه. ومات أخوي كان عين بعد سعيان، وعينوني عين، ولا أنا بدي أروح أخذ عطوة وأخطب عروس وما في، شو بدي أساوي؟ وجدت ضالتي في كتاب للدكتور محمد أبو حسان، كاتب عن القضاء العشائري وعن حل المشاكل، كان خير من كتب في هذا باعتقادي أنا. جزء ناس ينتقدون يقولوا في ناس كتب عود القصوص وكتب أحمد عويد العبادي وفلان، أنا وجدت ضالتي في كتاب الدكتور محمد أبو حسان، قرأت الكتاب وطبقته عمليا، وفعلا بديت أروح أخذ عطوة بالكراك بأي مكان، يعني شغلة حافظها عن ظهر قلب. نعم، بدي أسألك، عمره صارت معك قضية معينة رفضت أنك تشارك؟ نعم. فيها كثير كثير، شو الأسباب؟ أسباب ما بستطيع ذكرها الآن، أسباب مش مقتنع فيها أنا. لما يعني ما تكون مقتنع بقضية كنت مقتنع فيها، واعتذر أقول شوفوا غيري أنا مش فاضي، لأنه قضية ما حتى لو بدي أروح أحكي فيها ما بقدر أحكي فيها، منين أبدأ وين أنتهي. ومهم جدا بأنه المعروف عنك شيخ برجاس بأنك صادق، أنت تكون قناعة في قضية للريح لها، وإصلاح ذات البين مش شغلة صعبة يعني سهلة، من أصعب الأمور ومن أكثرها أجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى. يعني كنت أطلب الأجر والثواب، عمري ما قبلت عزيمة، عمري ما قبلت، الحمد لله هاي الأردن بيعرفه، ما بقبل أي عرض، حتى هدية في هذه المناسبة ما بقبل. أنا رايح لله، وبعدين أنا بكون سعيد لما أقضي حاجة إنسان ملهوف بصدق. يا عمي يا رهف، إنه ما في إلى حدود سعادة أن تقضي حاجة إنسان. بدي أسألك، لما بالفعل تقدر تحل قضية معقدة وإنت لا. معروف شيخنا بأنك كتير بتحل قضايا معقدة، شعورك لما تخبر الشخص المعني بأنه القضية انحلت؟ شعوري أنا بكون أنا سعيد جدا أكثر منه. ليش؟ لأنه أنا أرجو أجر من الله، ما بتنتظر أجر من إنسان، لا يقول لي شكرا ولا بارك الله ولا يحكي عني. كثير من الأمور صارت معي، كان في ناس محكومين بالإعدام، الله سبحانه وتعالى قدرنا وكنا، بس ما بقدر أحكي، بقول كذاب لو أحكيهم عنا للناس، كانت كيف طول من جهنم نار لو هم موجودين بعمان الآن. بخليك تحكي معهم شو اللي صار معك وكيف انحكمت في الإعدام وكيف انحلت، يمكن ناس منهم يسمعوني الآن، ناس من قرايبهم. الحمد لله، الحمد والله لله. ما حكيت في كثير من القضايا، رحت انحلت، أقول يا الله أنا يا رب يا رب ساعدني وتنحل. في كانت أقول اللي بدي أحكيها أحكي، في حوالي 90 عائلة، من 70 إلى 90 عائلة بقطر طلبوهم يسفروهم من الأردن. حكى معي شخص من كرام الناس هناك اسمه الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري، رئيس لجنة حقوق الإنسان في قطر، في قطر. قال لي هذول الجماعة بدهم شو أساوي يا دكتور علي؟ قال تعال. جيت وقابلت رئيس الوزراء الحالي وزير الداخلية بالليل، قلت له هذول الناس جايين يحتاجوا، مش جايين لا حزبيين ولا بدور المشاكل. المهم قال لي خلص والله ما بيسافروا. وأنا يا أخ برجس عامل 3 دورات بالأردن، كنت عسكري. قال لي نعم، رئيس الوزراء الآن، وكرموني ولغوا تسفيرهم، وقال لي جيب غيرهم كمان، ما جبت، قلت اللي بيجي بحكمه. يعني ناس من كرام الناس أهل قطر، نعم، عرب أقحاح كرماء عليمين،
الحلم عندهم عادة في فيهم. عموما الله يطول بعمرك شيخنا وتضل دائما تقدم خدماتك الإنسانية لكل المحتاجين. في لك تصريح ذكرته بإحدى المقابلات التلفزيونية طبعا بحكم احتكاكك الكبير بكل فئات المجتمع. نعم. الأردني والعربي. نعم. كما هو واضح بأنه الناس زمان كانوا لا بنشروا ولا بنباعوا. الناس تغيرت ولا الظروف اللي تغيرت؟ الأردني يا عمي بطبعه يا عمي رهب، الأردني طيب وكريم ومش مادي، لكن الظروف اللي تغيرت، قساوة الحياة، الأمور الصعبة الآن، الناس في كرب، الناس في ضيق، وغلاء الأسعار، الكهرباء كان يدفع، ما كان يدفع لا مية ولا كهرباء ولا الآن، وكان كل يعني معيشته من أرضه، العدسات والقمحات وهذا من أرضه والجميدات والسمنة، ما كنا بسيطين. الآن كل شيء غالي والغلاء المعيشة صار صعب، ولذلك تغيروا الناس، تغيرت سلوكهم، تغيرت عاداتهم، طيبتهم حتى تغيرت. احنا دائما بنقول بانه مقوله المغفور له الملك حسين، الانسان اغلى ما نملك. صحيح. عشان هيك دائما لازم نركز على الانسان ونستثمر فيه ونحافظ على الصفات. نعم. الجميله اللي انت ذكرتها. نعم. عند الاردني والاردنيه. نعم. احنا رح نتابع حديثنا شيخنا ابو نضال، ولكن عندنا فاصل اخير وراجعين لنتابع الجزء الاخير من حلقتنا. رجعنا لكم لنتابع الجزء الأخير من حلقتنا لليوم من نوستالجيا مع سعادة الشيخ برجس الحديد من جبل القلعة، وبها الجزء بنتعرف أكثر على الجانب الشخصي من حياة ضيوفنا. وبدي أبدأ من رفيقة المشوار. تزوجت من امرأة طيبة وصالحة سنة 1958. نعم. تحملت عناء تعبك. نعم. وبعدك. نعم. عن المنزل. نعم. وأبوابك المفتوحة دائما للناس. نعم. وكل ما يخص متاعب عملك. توفيت ب 2008. نعم. عشرة 48 سنة. نعم. تأثرت برحيل رفيقة المشوار؟ أكيد أكيد، لأنه هسه أنا ساكن ببيت لحالي، عندي شغالة من أوغندا وبعتبرها زي بناتي يعني، وفعلا الحياة يعني بدون كانت ما بتحس بفقدان الزوجة والرفيق أو إدارة المنزل. إدارة المنزل مش سهلة إلا لما تروح زوجتك. ما بعرف أسوي شيء، لا بعرف أسوي شاي، جيني ضيف أحتار شو أسوي له. إلا البنت هذه علمناها كيف تساوي القهوة، كيف تساوي الشاي، كيف تساوي. وفعلا أنه رفيقة الدرب يعني صارت جزء من حياتك، تحس أنه في ناس بالبيت. هسه نضال متجوز، أولادي البقية كلهم بناتي متجوزين، وأنا لحالي بهالبيت، ولكن بيجوني دورية أكثرهم نضال الله يرضى عليه. نضال بيجي عندي الصبح ويجي عندي بالليل، وساكن بش اسمه هذه دابوق، وأنا ساكن بالقويسمة. يجي الصبح وبالليل يظل عندي لحتى أقرب أنام ويروح يعني. والبقية الثانيين كمان قراب منك أكيد؟ لا بعاد، هم ساكنين كل ساكنين بعاد منطقة. بس لا قراب منك وجدانيا وعاطفيا أكيد. ولادي يعني ابنك ما صدق الأب يكره أولاده، لكن مرات يكره العمل إذا قاموا بعمل سيء بيصير يكره عملهم يعني. ولكن الأولاد طبعاً أولاد ما في أغلى منهم في بالدنيا. أغلى. الله يرحمها أم نضال ويطول بعمرك. وكونك حكيت عن نضال، نضال الحديد، معالي نضال الحديد، حب اليوم أنه يترك لك هاي الرسالة بمناسبة هالحلقة بالنيابة عنه وعن إخوانه وأخواته البنات أيضاً. أبو نضال مع الأبناء ومع الأسرة لطيف جداً، وبشكل خاص مع الأطفال، وجوز كمان مع خواتي البنات أكثر مما كان معنا إحنا الأولاد. بذكر أنه أختي الصغيرة هالة كان يرجع من الدوام تعبان، تقول له بابا جعبالي سندويشة، سندويشة من محل محدد، يرجع يلبس ويأخذها ويشتري لها سندويشة وإلنا كنا طبعاً ويرجع. وبذكر في إحدى المرات قررت بدي أروح على السينما، قال لي أنا مش تبع سينمات، خذ أختك وديها على السينما. يا أبوي أنا، قال لي مثل ما بحكي لك، ما كان في مجال للنقاش ولا للبحث. وفعلا رحت وأخذتها على السينما، وقالت لي بتفتح ثمك بكلمة وإحنا رايحين وراجعين بحكي لأبوي. قلت لها خلاص مش راح نحكي ولا نشكي. هددتني. لكن هو شوف في البيت لطيف مع الجميع،
لكن الحقيقة كانت كثير من الأحيان ما يكونش في عنا حتى في البيت حياة خاصة، لأنه ناس رايحة وناس جاية وناس بتدق الباب. وهو كان نشيط الحقيقة في موضوع العمل العام ومساعدة الناس. أذكر يعني على ذكرك لهذا الموضوع تحديدا قدام هذا البيت هون، كانت الناس تجيني على الأقل 40 إلى 70 في بعض الأحيان 100 شخص باليوم، وأنا طالع الصبح بكير ألاقيهم صافين، وكل واحد يقول لي قضيته، اللي بده يرخص، اللي بده يوصل كهرباء، يعني قضايا من قضايا الناس يعني بشكل عام، حتى لو كانت أكبر أو أعقد. فأشوفهم وأنزل. بعدين قلت يا أخي شغلة طويلة هاي، ما بقدرش أستمر على هالمعدل وأنا يعني مسؤول ومعتبر حالي مهم وكذا. فجبت الشرطة وقلت لهم رجاء هذا موضوع بقدرش أنا أستمر معه، فرجاء لا تخلي حدا يجيني، أو لما يجوني أروحوا. والله أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، واللي بحكي معي تليفون، مرحبا. كانت زياراتي الحقيقة يعني أنا اليوم بروح عند أبوي كل يوم تقريبا، هذيك الأيام بالأسبوع مرة، بجوز الجمعة. قال بكرة مر علي. طبعا مر علي ما فيش فيها موضوع يعني بدك تيجي، ورحت. قال لي يا أبا بدي أسألك سؤال، أنت بالمصطلح اللي استعمله، أنت غار الناس من قدام بيتك أو بما معناه يعني طردتهم؟ قلت له يا أبوي أنا مش قادر ومش. قال لي اسمع، هذول الناس ما بيجوا عند كل الناس، هذول الناس بيجوا على اللي بيعرفوا أنهم بيساعدوهم، أرجع أفتح الباب وخلي الناس تيجي عليك. قلت له على رأس. ثاني يوم رحت على الشرطة قلت لهم عمو الموضوع بيننا وبينكم انتهى، يخلف عليك وشكرا لكم، ورجعت الناس تيجي كما كانت. يعني من الأمور اللي أنا بحب كرة القدم، وأنا بحب طبعا كرة القدم من أولاد صغير، وأنا بحب ألعب، وأبوي فيش عنده مزح، الدراسة يعني دراسة، ادرس وافلح وسوي اللي بدك اياه. بعدين بذكر بالصف السادس الابتدائي رحت عليه قلت له بدي اعمل معك اتفاقيه. قال لي خير. قلت له انت بدك شهاده؟ قال لي صحيح. كانت المدرسه تطلع شهاده كل شهرين، يعني صفي احنا 4 شهادات من هون لما نخلص. قلت له بتاخذ الشهاده كويسه؟ بتسالني شو بعمل؟ بلعب طول النهار طول الليل ما لك عندي. قال لي وانا قابل، بدي اجربك واشوف. وفعلا من ذلك التاريخ ستي اللي هو صف سادس ابتدائي لغاية ما تخرجت من الجامعة طبعا، وأبو نضال بيقول لي خلاص أنت تركتك أنت براحتك. فيعني فعلا أول إشي علمني أعتمد على نفسي، وثاني إشي قدرت أحقق اللي أنا كنت بحب وأرغب فيه. وكانت الأمور الحمد لله جيدة، ما كنتش طالب يعني أنا كثير شاطر، لكني كنت من المجتهدين خلينا نقول. ما في شك أنه الولد تأثر كبير بوفاة الوالدة، وكانت رفيقته وكانت معاه كل يوم، وكان في بينهم أيام خلافات وأيام ود، لكن ما في شك أنه الرفق بالنسبة لأبوي كان مهم وضروري. وتأثر أبوي حتى لاحقا بعد ذلك بعد وفاة الوالدة. وبذكر أنه بعد وفاة الوالدة بفترة أبوي قاعد في البيت لحاله، يعني في أخوي ساكن فوقي، وغير ذلك كل واحد فينا ساكن في مكان. فيعني فتحت السيرة معاه أنه بدك تتجوز ما تتجوز، وبضلك رفق وبضلك لحالك. قال لي يابا ما ألي في الطابق. فأنا حسيت قلت بجوز أبوي ما أخذ خاطر للبنات يعني. فأروحت عند البنات وقعدت أنا وإخواني وقلنا جينا عليه، قلنا له شيخ يعني ما فيش إشي يمنع، هينا كلنا مجتمعين، وإذا بدك أمي الله يرحمها كانت قالت له أبني الله إذا بدك أنا بطلب لك، الله يرحمها برحمته. قال لها أبدا. المهم قال اسمع يابا، والله لو بدي أتجوز وبالي والله لا أتجوز غصبا عنكم كلكم، لكن أنا بدي أحافظ على الرفق، والله يرحمها برحمته. هي كانت تعتقد أني راح أتجوز أنا بعديها، لكن أنا لا يمكن أني أتجوز. وفعلا رفض أنه يتجوز إطلاقا، ولليوم على الحالة اللي شفتيها في أنت وزرتي فيها. ستي أقول له الله يطول بعمرك ويعطيك الصحة والسلامة وظلك تاج فوق رؤوسنا جميعا، لأنه أبو نضال بيمثل رمزية كبيرة للأردنيين ولأهله ولعشيرته ولكل الناس في هذا الوطن الطيب اللي بيقوده جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني بن حسين، حفظه الله ورعاه وأبقاه ذخرا لهذه الأمة إن شاء الله.
تحياتنا لمعالي السيد نضال الحديد ابن الشيخ برجس الحديد، ما شاء الله عليه، وحكى كلام يعني أنا شعرت وكأنه طفل وشاب عم بيتكلم عن والده وليس مسؤول أردني معروف. الله يطول بعمرك ويديمك فوق روسهم للشباب وللبنات. الله يبارك فيك. شكرا. أسألك عن اللحظات الجميلة في حياتك، أجمل اللحظات إذا بدنا نلخصها. أجمل لحظات قلت لك لما نجحت كنائب أول مرة واتصل فيي جلالة الملك وأنا ماشي بالطريق وبارك لي، هذه من اللحظات اللي ما بنساها ومن أتعس اللحظات اللي شفتها في حياتي أو مرت علي. نعم. استشهاد فراس العجلوني سنة 67 لما ضربوه على الأرض وكان بده يطلع بس وصلوا الطائرات الإسرائيلية وضربوه وضربوا زميله اللي وراه بس إجت بسموها التيل يونت بالذنب الطائرة من وراه، وكانت هذيك الأيام يعني صعبة علي لأنه صديقي وكنا في قاعة الحسين قعدنا زملاء 6 سنين وطيب المعشر على درجة عالية من الخلق، كلنا أخوة وأسرة واحدة والله. تعرف شيخنا أنا هلأ شو اللي لفت نظري بأنه بالفعل حضرتك إنسان بتفكر بالآخرين قبل ما تفكر بنفسك. لما سألتك عن اللحظات الجميلة انتقلت للحظات الصعبة وما ذكرت الإصابة اللي صارت معك واللي حرمتك من حلم الطيران، بل ذكرت صديقك الشهيد فراس العجلوني. يا ستي هذا أمر الله بده يصير، لا يعني لا يمكن غير شيء كتبه الله بده يصير. إذا أراد الله أن يقضي أمراً سلب السمع والبصر لا يمكن يصير إلا اللي كاتب لك يا ربنا بده يصير. الله مبرمج لك تاريخ حياتك كله، ما في قوة غير اللي كتبه الله، ولذلك قد ما يعني تساوي وتحاول أبداً هذا أمر الله وأمر الله نافذ. بدي أسألك عن حكمة أو مقولة تؤمن بها بشكل دائم. ما بنساها كل يوم بتمر من قدامي وبالليل والنهار، اتقي شر من أحسنت إليه. هذه لا تنسيها يا بنتي يا رهف، الله يطول عمرك. طول عمرك. لا تنسي اتقي شر من أحسنت، والله خدمتهم مخلصا، والله لا أريد إلا وجه الله، خدمة ما بتوقعيها ولا يمكن تصدقيها، والله نسيوه ثاني يوم. من أكثر الأمور اللي صدمتني إنه هاي هي الحكمة اللي اخترتها. استغربت انه في ناس خصوصا معك. في ناس، لا مش انا، في كثير يصير معهم، مش انا واحد من الناس، كلنا زي اي انسان عامل بالشارع ومواطن اردني، لكن نكران الجميل اذا واحد وانت مارق بقريه لقيت واحد ينشل مي من بير، قلت يا اخوي اعطيني الدلو سكيني دلو المي وسقاك مي، انا بعتبره جميل علي وعلى اولادي مدى الحياه. مدى الحياه، واذكرها وقول له يا ناس يا أولاد ترى فلان عمل معي طيبة. هذول الناس سوي أكبر القضايا معهم، تحلي مشاكلهم وتساعديهم بمالك وبوجاهك، والله ما كأنك سويت شيء. ولذلك أقول تتقي شر من أحسنت إليه. بس أنا متأكدة بأنه عدد الأشخاص اللي دائماً بدعوا لك بالخير وبيشكروك إن شاء الله يكون أكثر بكثير من الخير. الخير موجود، الخير والشر موجود، والشر موجود. بنهاية حلقتنا أبو نضال حابة أسألك عن حالة الحنين إلى الماضي اليوم من جبل القلعة، كيف كانت؟ إن شاء الله تكون انبسطت معنا. أكيد بالحلقة. أكيد والله من أجمل الأيام اللي مرت على هذا اليوم بلقاء الطيبين اللي كلهم موجودين زي أولادي هذول، شايف؟ وفعلا الماضي فيه حلو ومر، لكن الحمد لله كله أي إن شاء الله الله يديم هالبلد ويديم قيادتنا ويديم الأردنيين بمحبتهم ونقائهم وصفائهم وبكرمهم وبطيبتهم اللي ما إلى حدود. أنا بعتقد الأردني طيب بلا حدود. الله يطول عمرك. الله يبارك شيخنا. أنا بدي أشكرك من قلبي أنك تحملت العناء ووصلت على جبل القلعة وقدرنا أن نصور هاي الحلقة، وأنا شخصيا استمتعت فيها جدا لأنه حلقة لها نكهة خاصة. أنت طيبة وبنت ناسة فاضل، أنا معظم قرايبك وأهلك بعرفهم، زاملت ناس منهم طبعا. تسلم. سلاح الجو كان عنده ناس. شكرا لك. أهلين بيك. شكرا لك. وانا بدي اتمنى انكم تكونوا ايضا استمتعتوا بحلقتنا لليوم من نوستالجيا مع سعادة الشيخ برجس الحديد. تصبحوا على الف خير وان شاء الله نلقاكم الاسبوع القادم دائما على موعدنا يوم السبت 9 المساء على شاشة عمان تي في. يعطيك العافية. شكرا يا عم، الله يخليك.